السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار فصل الصيف إن شاء الله غنبقاو نعطيكم دي غلاس دي زونترومي، يعني أشياء باردة إن شاء الله اللي كتعطي لهذا الجو ديال الصيف إن شاء الله واحد لا ريفريش، يعني كنكونوا كناكلوا واحد الحاجة خفيفة زوينة إن شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. اليوم الطرت ديالنا غادي تكون عبارة عن بسكوي أبيض. بسكوي ابيض كتعرفوا ليه كاملين، راه عندنا في القناه اللي بغى يصوبوا يقدر يصوب ياخذ الوصفه ويصوبوا كيجي زوين. عندنا بسكوي خاص للمبتدئين اللي كيجي رائع، جربوه ان شاء الله غادي يصلح معكم بواحد، يعني غادي تشوفوا انه رائع باذن الله. عندنا الفروي، كنعرفوا ان هنا فصل الصيف كاين بزاف ديال الانواع ديال الفروي، اختاروا داك الشيء اللي في المقدوره ديالكم. تقدروا تجيبوا غير 100 غرام في المثال، 100 غرام ديال المشماش، 100 غرام ديال البيش، الاناناس، عندنا البنان، عندنا السوريز، عندنا ايضا الاناناس، عندنا الفريز، عندنا الكيوي. على حسب حنا بغينا ندير واحد الحاجه جميله جدا، داكشي علاش درنا هاد الانواع المختلطه ديال سميتو ديال الفروي. هذا هو المهم عندنا. هنا عندنا الكريم فريش فيه السكر، كنضيفوا ليه واحد المعلقه ديال الروم ديال السيترون، درنا ليه الروم السيترون. غادي نتوما غادي نشوفوا ملي غنبداو نطلعوه كيرجع اللون ديالو اصفر ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكما قلنا السيرو، عندنا السيرو الحليب درنا ليه لورانج، درنا ليه الليمون، خلطناه مع الروم ديال الليمون، عطانا واحد الكو ديال لورانج، وغادي يكون فيها كو ديال السيترون، وغادي يكون فيها هاد الفروي كاملين، وغادي تعطينا واحد لاطارت في المستوى العالي جدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. على بركة الله، ما علينا الا نبداو هاد لانترومي ديالنا ان شاء الله. عرفتوا شنو هو هذا؟ هذا هو البسيس، يعني واحد الحاجة كتصوب في المنطقة الجنوب اللي هو من الزرع. هاد الزرع محمص مطحون مغربل، كيعطينا هاد الدقيق اللي كنديروا معاه السمن، كنصوبوا منه هذا، كنديروه لاتاي، كيجي رائع، حسن من السلو، حسن من السلو. كتضحكوا؟ راه حسن من السلو فعلا، مذاق رائع، ما فيه حتى حاجه غير الطحين والسمن، كيجي رائع ان شاء الله الرحمن الرحيم. وملي كنحطوا كاس لاتاي بحال هكا، كنجيبوا السلو، كنجيبوا البسيس ديالنا، عضة ديال البسيس وجغمة ديال أتاي، وهذا راه عندنا في القناة. اللي بغى يشوفوا راه كاين في القناة، قلبوا عليه في القناة غادي تلقاو، تقدروا تصوبوه. وأبقر الجان راه كيتباع بزاف في الجمعيات ديال التعاونيات، كيتباع عندهم، غير يكون زوين، يكون شي حاجة زوينة، شي حاجة مطحونة مزيان ومغربلة، عاد كنعجنوا بها، كتجي زوينه رائعه ان شاء الله. نبداو نطلعوا الكريمه ديالنا نسمنها بالسيترون، بلاروم ديال السيترون. هنا المكونات راه قدمناها لكم، عندنا الفروي، ها انتم كتشوفوا الفروي اللي عندنا، عندنا الاناناس، الفريز، البنان، السوريز، المشماش، الخوخ، وعندنا ايضا ان شاء الله الكيوي. هادو مهمين الفروي اللي غادي نديرو في هاد لاطار ديالنا. وانتم اللي شوف، حنا راه هاد الشيء ماشي نقولوا واحد الانسان يشوف بحال هاد الشيء يقول لك انا ما نقدش على هاد الشيء، راه تقد تشري غير 5 دراهم، 5 دراهم من هنا، 5 دراهم من هنا، 5 دراهم من هنا، او 10 دراهم، وتصوبي بون طارت زوينه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الانسان كيتمشى على مجهوده، حتى واحد ما قال لكش سير جيب كيلو ديال السوريز وكيلو ديال المشماش وكيلو كيلو كيلو، شوف الا سهل الله على الانسان وعنده الامكانيات ما فيها باس ياكل ويشرب ويلبس مزيان، ماشي يبقى ديك يدير ديك تقريم لا لا لا. انسان يعيش الدنيا هذه، الايام كتمر، النهار اللي يمشي ما غاديش يرجع. وعندنا هنا بسكوي ان شاء الله، بسكوي بيض، هو هذا بسكوي بيض، ها انتم كتشوفوا بسكوي بيض، كيجي رائع هذا البسكوي. كاين بسكوي عندنا في القناه اللي بغى يصوبوا
كاين بسكويت دروك ولا كيتباع اللي كاين لكم تشروه كيتباع اللي بغيتو نتوما على حسب داكشي اللي بغيتو. اول حاجه غادي ناخذوها غادي ناخذ هذا الفون ديالنا. هنا درنا واحد البسكوي ان شاء الله غادي نزيروه بحال هكا باش الكريمه ديالنا ما تخرجش لينا من التحت. غادي ناخذ السيرو، هذا السيرو اللي درنا ليه لورانج، هذا حليب بلورانج ان شاء الله. درنا ليه شويه السكر، غير شويه ماشي حاجه كثيره ديال السكر. ها هو هنا عندنا الكريم السيترون، راك شفتونا ملي طلعناه. غادي ناخذ واحد الكميه غادي نديروها لتحت، غادي نجيبو ان شاء الله واحد الكورنا غادي نديروها هكا نقادو بها الكريمه ديالنا باش جينا مقاده مع الجناب. ما نكتروش الكريمه بزاف، غادي ناخذو الاناناس ديالنا نديروه لتحت بحال هكا. هنا غناخذو البنان ديالنا، ها هو غادي نديرو البان ديالنا على طول. هاد يعني لداخل كلشي خصو يجيني البنان باش ملي نقطع واحد الطرونش يكون فيه البنان يكون فيه الاناناس يكون فيه كلشي. هنا غادي ناخدو الخوخ، خوخ هذا معلب، كاين دروك خوخ راه خرج الخوخ الجديد غير باقي شويه ماشي هو هذاك، باقي حامض شويه. هذا ديسير ان شاء الله كيكون زوين في هذا الفصل ديال الصيف. وهنا غادي ناخذو شويه ديال الكريمه ديالنا ندوزوها فوق هذا الفروي هكا. غناخدو بسكوي ديالنا غادي نديروه هكا ونوركو، حاولو نوركو. غادي ناخدو السيرو اللي هو حليب بالليمون مع شوية السكر. هنا غادي ناخذو عاوتاني الكريمه ديالنا، كنقطعو المشمش ديالنا كنقطعوه مرسوعات بحال هكا. ونحاولو دائما نغطيو اكبر قدر ممكن بالفروي. نديرو البنان ديالنا حتى هو بحال هكا. غادي ناخدو ايضا شويه ديال الاناناس، لا ماشي شويه ديال الاناناس، غادي ناخدو البيش.
غادي نديرو فريز ديالنا هنا. هانتوما كتشوف درنا الفريز، درنا هادشي، غادي نديرو البسكوي الاخير ان شاء الله. هاكا نديرو البسكوي اللي هو النهائي، نحاولو نضغطو هادشي ديالنا باش تجينا لاطار ديالنا مقادة ونزيرها الا ما كانتش مزيرة. هنا غادي نديرو ان شاء الله السيرو اللي هو حليب زائد البرتقال، لا كونسونطري ديال البرتقال. نقدروا نديروا البرتقال الا بغينا، غير الا درنا البرتقال الجو ديال العصير ديال البرتقال نقدروا نديروا مع السكر شويه شويه ديال السكر. وهنا ان شاء الله غادي ناخذوا نديروا شويه ديال الكريمه. هيا هنا غادي نديرو بطبيعة الحال المشمش ديالنا بحال هكا. وغادي نديرو الاناناس، نديرو بهاد الطريقة بحال الا واقف شوية. هنا غادي نكملو المشماش، كنقسمو الفريزة على أربعة المرات، نزيدو لها هذا الراس، نقسموها على أربعة، ونبيغونتيوها بحال هكا. حنا بغينا باش يعني يشد لينا مع الكريمة، باش ملي نجيو نديرو ليه الناباج يجينا زوين إن شاء الله. ما صوبنا الطابلو ديالنا هادي بحال شي كنرسمو شي لوحة فنية، وكنحاولو دائما نتقنو العمل ديالنا إن شاء الله. راه بكل بساطة راه ماشي الإنسان راه غادي يتعلم الكل شي، كل حاجة يتعلم ليها الانسان، ما كاينش شي واحد اللي كيبقى ما كيعرفش. وهنا غادي نمشيو في المثال نديرو السوريس ديالنا، غسلناه المهم عندنا خصها تكون جلا باش ملي غنديمو ليها تجينا مقاده زوينه، ويجيونا المنظر ديال يجينا المنظر ديالها ايضا جميل جدا. هنا كنقطعوا الكيوي ديالنا بهذا الشكل، ممكن لكم تقطعوه بالطريقه اللي تعجبكم هكا.
هنا غادي نكملوا باش بدينا نكملوا بالخوخ باش بدينا من التحت نديروا عاوتاني الخوخ من الفوق بحال هكا. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذه هي لا طارت غلاسي ديالنا اللي قدمنا لكم هذا النهار بالفروي اللي كتجي رائعه بالكو ديال السيترون، الكريمه ديال السيترون زائد الفروي على الاشكال المختلفه اللي كتشوفوا قدامكم. يعني عندنا المشماش، السوريز، الكيوي، الاناناس، يعني على حساب الطلب على حساب الموجود عندكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنديروا لها شويه النباج باش يبقى داك الفروي مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تعجبكم ان شاء الله.